الخلايا، لعبها على طول لحمودي، تمريره على الارض مره ثانيه من حمودي الى قلب الملعب كده، والتمريره وحلوه مش ممكن، يا وجول جوه جول. الهدف الاول، الهدف الافريقي الاول، ناصر ماهر يبدا مشواره التهديفي مع النادي الاهلي في مباراه افريقيه، اول هدف لناصر ماهر مع الفريق الاول للنادي الاهلي. يا ناصر، يا ماهر، ناصر ماهر من جيل ذهبي، جيل المنتخب الاولمبي الحالي وجيل منتخب الشباب السابق اللي لعب 2017 في بطولة افريقيا، ناصر ماهر اول اهدافه الافريقيه. يروح لحمودي يلعب البينيه، حمودي يا ولد يا ولد يا مروان، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا مروان يا محسن. يجيب الهدف الثاني، يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 39، 2-0 مروان محسن يجيب هدفه الافريقي الثاني، هدفه الافريقي الثاني. بقول لكم في جعبته هدف واحد بس السنه اللي فاتت في مرمى فريق اونانا اللي هو اللي لعبه النادي الاهلي اونانا الجابوني. ادي الكره لفه.